أسعد الله أوقاتكم أيها السادة الكرام أينما كنتم، نقدم لحضراتكم نشرة جوية من قناة النبأ، ونبدأها باستعراض لصور للأقمار الصناعية، حيث نلاحظ سحب الرعدية قبالة الساحل الغربي، جزء منها يتدفق ناحية الساحل الغربي، أما باقي المناطق وخاصة الجنوبية منها سماء صافية بوجه عام. انتقالا إلى التوقعات والتي نبدأها بالمنطقة الغربية الممتدة من رأس جدير حتى سرت، تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع فرصة سقوط أمطار خاصة على سرت ومصراته. أما درجات الحرارة فتبقى في نفس المعدل، طرابلس 21 درجة، 22 في مصراته، زوارة 20، بينما تكون في الدواخل في بنوليد 20، تكون في الجبل الغربي غريان بالخصوص 17 درجة، ونالوت 18 درجة مئوية، غدامس 21، سرت 22 درجة مئوية. انتقالا إلى الشمال الغربي الليبي، حيث درجات الحرارة لا زالت تميل إلى الانخفاض في مناطق الجبل الأخضر، درجة الحرارة في البيضاء تصل إلى 17 درجة مئوية، وفي الساحل في بنغازي تحديدا 21، جدابية 20، طبرق 19 درجة، الجغبوب 20، مع سماء صافية تتكاثر هذه السحب أو تتكاثر سحب من خلال المنطقة الشرقية الساحلية، هذه السحب تصحبها بعض الأمطار المتفرقة. أما الجنوب الليبي ونبدأه بالجنوب الغربي، درجات الحرارة في غات لا تتعدى 25 درجة وتنخفض في باري إلى 19، بينما سبها 20 تكون في مرزوق 21 درجة مع أجواء صافية على هذه المنطقة. في الجنوب الشرقي الليبي في الكفرة تزرب السرير والمناطق المجاورة لها، درجة الحرارة تصل أو تتراوح تحديدا ما بين 20 إلى 21 درجة مئوية. النشرة الخاصة بالصيد البحري على المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت، تكون السماء صافية تتكاثر السحب من حين لآخر مع رياح سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، لذلك ارتفاع الموج بإذن الله تعالى سيتراوح من 75 سنتي إلى متر ونص. اتجاه الريح يكون براني إلى شرقي خلال هذا اليوم، البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة البحر تصل إلى 20 درجة مئوية مع رؤية جيدة. انتقالا إلى الساحل الشرقي الممتد من جدابية حتى طبرق، تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب وتتكاثر هذه السحب من حين لآخر مع رياح ستكون اتجاهها شمالي غربي أي شرش. سرعة هذه الرياح ستكون من 5 إلى 15 عقدة، ارتفاع الموج بإذن الله تعالى من 75 سنتي إلى متر وقد يصل إلى متر وربع في بعض المناطق. الرؤية جيدة ودرجة حرارة البحر تصل إلى 21 درجة. إلى اللقاء.